عندك طفل عنيد؟ على فكرة يا بختك. يا بختك. عايزة تعرفي ليه؟ اتفرجي على الحلقة دي. بتشنكل طول السكة في حاجات ياما بتشنكل، كعبل أكسل أقوم أفضل مكاني كده متكعبل. أنا بتشنكل طول السكة في حاجات ياما بتشنكل، وكعبل أكسل أقوم وأفضل مكاني كده متكعبل. بس خلاص مع فليكساوي من غير شكاوي هنكمل يوم. نتعلم ونتغير نكبر أكتر نتشكل. مش هنكبر مرة واحدة مع فليكساوي، واحدة واحدة نعدي كل خطوة صعبة. مفيش حاجة صعبة. حبة حبة نكون فليكس كل يوم، هنشوف حكاية نعيش جواها للنهاية. مع فليكساوي نبدأ بداية مظبوطة جدا. وفليكس مع فليكساوي، واحدة واحدة حبة حبة هتكون فليكس. مع فليكساوي عش التحدي، يلا عدي خليك فليكس. فليكساوي خليك فليكس. اصلا مش هروح يعني مش هروح، هو كده عند وسط عند مش رايح. انا مش هروح، ما ينفعش. لا ازاي اروح المول اعمل ايه؟ هتفضل تلف وفي الاخر ما تشتريش حاجه، ناخد بعضنا ونمشي. ناخد حته كده من ديت ونحطها في الحته اللي هنصلحها. ايه ده؟ انا اتخضيت. بس عادي، ده انا وراكي وراكي وانا هسيبك، ده انت قدامي للصبح. طب ايه الخضه دي؟ طيب ايه الخضه دي؟ طيب اصل انا وراكي وراكي. بصي انا هصلحك، انا هصلحك. اعملها تاني. بس انا وراكي تعالي بقى. وراكي هتتصلحي، انا هتتصلحي وانت كمان تعالي معايا. صلحتها ياس. اما اكلم بيبو دوت يشوف لي حل، هو الوحيد اللي بيحل المشاكل ديت. طنط توتا. الو، تعالى لي دلوقتي. ايه ده؟ ايه يا طنط توتا ازيك؟ انا كويسه. تعالى لي، مش كل خروجه كده. في ايه؟ انا وزيزو على طول نتخانق في الخروجات. على ايه؟ كده انا هروح مول يعني مول. ايه اللي مول يعني مول؟ مش فاهم حاجة. تعال لي بجري. هاجيلك. حاضر. اوكي سلام. سلام سلام. باي باي. سلام. وصلحتها. اصلا مش هروح مول، مش رايح، لازم اروح النادي. هو كده. ازيك يا زيزو؟ ايه يا بيبو؟ لا انا مش هروح مول. مول؟ هو حد جاب لك سيرة مول؟ هو النادي لبلاش. طب قوم بس البس بس. لا انا مش هلبس. انت تملي كده مكشراتي؟ مكشراتي مش مهم، اهم حاجه اروح النادي. ايه ده ايه الحاجات المكركبه دي؟ طيب ما تقنعنيش، انا كده كده اروح النادي. في ايه كل شويه عند في ايه؟ مالك؟ بص هفهمك على حاجه. فهمني، قولي، كلمني كده وفهمني ايه اللي حصل بالظبط. انا دلوقتي خارج. خارج؟ خارج انا وماما. ماشي، انت وماما خارجين، ايه اللي حصل بقى؟ انا عايز اروح النادي مع اصحابي، العب كوره. كوره؟ بتعرف تلعب كوره؟ بعرف العب جدا. اوريك. لا ما تورنيش دلوقتي. وبعدين؟ ماما؟ اتعند معايا. تعند معاك؟ عايزين اروح المول، عايزين في المول. كل شويه ورا تلف على المحل دوت والمحل ده والمحل ده وتنقي من ده وده 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 وده. وفي الاخر؟ ما بتشتريش؟ عادي دلوقتي، هي كل حاجه عند. ينفع كده يا بيبو؟ كل خروجه يعمل لي مشكله. وعلى فكره يا زيزو، هنروح المول، مفيش نوادي. ماشي، روح انت البسي وانا هتفهم معاه. اوكي؟ ماشي، بس على فكره هنروح برضو المول. هتعمل ايه؟ انا هروح اتفاهم معاها، بس انت ما تحاولش تتكلم كتير. اوكي؟ اوكي، بجد؟ بجد، هتفاهم معاها وانا هقنعها ان شاء الله، يعني ان شاء الله. اوكي، بس اهم حاجه تحاول ما تنشفش دماغك. انا اسف. يا طنط توتا. بقولك يا بيبو، ما تقوليش ولا نوادي ولا اي حاجه، خليه هو كده عنيد و
ويلا عند بعند مفيش نوادي، وخليه ينشف دماغه كده وشوف مين بقى اللي كلمته اللي هتمشي. طب اهدي بس اهدي، انا هفهمك هفهمك كل حاجه. استني استني، انت على طول كده على طول كده. ايوه فهمني، مش انت قطريه تفهمني؟ فهمني. بس لبسك جميل قوي النهارده بجد بجد. طيب بصي بقى يا توتا، ايه هفهمك حاجه مهمه جدا انت لازم تفهميها. ايه هي؟ مش كل حاجه عندي عندي عندي. طب ما تقول له. اقول له؟ اه روح اقول له الكلام ده. ما انا هفهمك انت الاول، مش انت كبيره وعاقله؟ اه انا كبيره وعاقله. الطفل العنيد دوت يا توتا. ايوه ايه الوقت دوت محتاج حوار. هو انا لسه هشرح وافهم؟ طب هقول لك على حاجه، مش موضوع تشرحي وتفهمي، الطفل العنيد دوت يعني هو مش محتاج الواحد العنيد زيه، فهميه بالراحه يعني قولي له كلام حلو. ايه كلام حلو ديت؟ هو كده هنروح نقول يعني هنروح نقول؟ مينفعش عند قصاد عند، الطفل مش هيستوعب كده. هو كده ما بحبش العند. طب ما بتحبيش العند انت برضه ما تعنديش معاه، ده العند ده فيه حاجات حلوه. العند حلو؟ حلو في ايه؟ بيكون اصلا شخصيته اول حاجه بيكون قويه جدا، بيكون مسؤول، ممكن يعني مش ممكن دي حاجه اكيده، اللي يكون اول ما يكبر يكون قائد مجموعه كبيره. والطفل العنيد دوت مش بيستسلم خالص للفشل ولا التعب ولا اي حاجه. انا فهمت. انت تعرف اللي هو شاطر في المدرسه من ايه بقى؟ مش عارف. ما هو من العند ده بقى. بصي بقى، انت بقى عايزه تكسري الحاجات ديت ولا عايزه تكبريه في الموضوع دوت؟ يعني يقدر يعني معايا؟ لا مش عنيد معاكي، انت ممكن تتفقي معايا. ما تقوليش انت عنيد انت عنيد انت عنيد، يعني مثلا تقولي له ايه ممكن يا زيزو نروق مع بعض الاوضه، شوف هيقول لك ايه. ايه ده تصدق انا قلت له اقول له روق الاوضه روق الاوضه، وهو بيقول لك ايه؟ يقول لي لا مش روق مش روق يعني كده. ما ينفعش ما ينفعش العند دوت، ما ينفعش تقولي له شيل حط نفذ. انا كنت قلت له اقول له الكلمه دي. كلمه ايه؟ شيل حط رتب ذاكر اعمل الهوم ورك حاجات ديت. ما عشان كده شفت انا مش عارف وانا عرفت اللي انت بتقولي له ايه. قولي له مثلا انت جدع انت شاطر انت مسؤول، لما تقول انت مسؤول بيكون فعلا مسؤول. عايزاه يكون فيه الحاجات الحلوه بتاعت العند ديت. طبعا عايز يكون فيه الحاجات بتاعت العند الجميله ديت. خلاص يبقى سيبيه هو برضه ياخد القرار. اخد رايه يعني. تاخدي رايه في كل حاجه. انا فهمت الموضوع ده جدا. انا من بكره انا هعاني الموضوع ده هقول. لا مش من بكره، خليها من دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. هتودي بقى المول ولا النادي؟ لا هوديه الحاجه اللي تبسطه، هوديه النادي. النادي؟ برافو عليكي بقى. ممكن انت بقى تيجي معايا المول؟ المول؟ اه يا زيزو تعالى الحقني انا اروح مكانك المول. بتشنكل طول السكه في حاجات ياما بتشنكل، واتكعب لكسل اقوم افضل مكاني كده متكعبل. انا بتشنكل طول السكة في حاجات يا ما بتشنكل، واتكعبل اكسل اقوم وافضل مكاني كده متكعبل. بس خلاص مع فليكساوي من غير شكاوي هنكمل يوم، نتعلم ونتغير نكبر اكتر نتشكل. مش هنكبر مرة واحدة مع فليكساوي واحدة واحدة، هنعدي كل خطوة صعبة. مفيش حاجة صعبة. حبة حبة نكون فليكس كل يوم، هنشوف حكاية نعيش جواها للنهاية. مع فليكساوي نبدأ بداية مظبوطة جدا وفليكس. مع فليكساوي واحدة واحدة حبة حبة هتكون فليكس. مع فليكساوي عيش التحدي يلا عدي خليك فليكس. فليكساوي خليك فليكس.